هي عتيرة إذا محاضرة فلسفية جديدة بعنوان ما هي الفلسفة؟ القسم الأول في السؤال عن الفلسفة قبل التظاهر بالقدرة على الإجابة على مثل هذا السؤال الهائل والشائك، دعنا نحاول القيام بجولة في الأسئلة الأخرى والأحكام المسبقة التي ينطوي عليها مثل هذا السؤال. تظهر الفلسفة من الخارج على أنها نشاط غامض وعديم الفائدة، لأنها تتعلق بالتجريدات أي بالتصورات، على يعني على سبيل المثال الفضيلة أو يعني المعرفة، وهذه الأحكام المسبقة أو التحيزات الشائعة في هذه المسألة هو أن ما هو مجرد غير موجود، أو أن وجوده أقل مما هو متعين وملموس، أي مما نعتقد أنه ندركه فورا بواسطة الحواس والمعارف المشتركة. ومع ذلك سيتفق الجميع على أننا نتحدث عن كائنات وبالتالي عن أفكار، لذلك سواء كنا على دراية بهذا الأمر أم لا، فإن كل أفكارنا وتصوراتنا وعواطفنا مشروطة باللغة التي نفكر بها، وبتعبير أدق اللغة التي نتحدث بها. على سبيل المثال عندما نرى العالم الخارجي فإننا نفسر ما نراه من خلال اختزاله إلى مفهوم معين. أما الشخص الذي عاش في الطبيعة دون أن يرى هذه الظواهر فإنه لن يراها حتى لو كانت عيونها يعني مفتوحة بشكل جيد. إن الكلمات التي نفكر بها وندركها تشير إلى مفاهيم هي بطبيعتها مجردة لأنها عامة، وبالتالي فإن الملخص لا يعني الغامض أو المرتبك، ولكنه يشير إلى ما لا يمكن فهمه إلا بالفكر. على سبيل المثال الأرقام تتعامل الرياضيات أيضا مع التجريدات فقط أو مع الأشكال الهندسية، لذلك لأننا نتحدث ونتعلم كيف نفهم ما نقوله تجد الفلسفة سبب وجودها، كما يقول ليدفين فيتجنشتاين في يعني تحليلها للغة، توضيح مدخل الأفكار. يعني نحن نتفلسف نعرف ذلك أو لم نعرف ذلك بمجرد أن نهتم بما نقوله، أي بمجرد أن نسأل أنفسنا بدلا من يعني الدردشة أو التحدث فقط أو محاولة أن نكون على صواب. إذن الفلسفة مرتبطة بالشك والدهشة، تبدأ عندما نبدأ بطريقة أو بأخرى في التشكيك في العالم الذي نعيش فيه، لم تعد تعيش الحياة ببساطة في العالم الذي يتكون من تجارب معيشة، وإنما تشرع في التفكير فيه وتتكون من أفكار ويقينيات مشروطة بالتجربة الإنسانية، ولكن في السعي للعيش في العالم بطريقة أفضل. هذه الفلسفة قد كتب هيراقليتس يلجأ كل فرد من النائمين إلى عالم فردي، ولكن العالم الذي يستيقظ هو نفسه. تأتي إذن كلمة فلسفة من الكلمة اليونانية سوفيا، فيلسوف سوفيا، والتي تعني حب الحكمة، ويخبرنا هذا الهدف من الفلسفة الحكمة. ما هي الحكمة؟ اللي هي مجرد معرفة عملية حصافة تتمثل في التصرف بشكل جيد، كما هو الحال عندما يطلب من البشر أن يكونوا صالحين، إلا حتى لو تم تصورها بشكل مختلف وفقا للمدارس والمذاهب المتعاقبة، يمكننا المجازفة بالقول أنها تتضمن علاقة بالحقيقة، أي فهم ما هو، حتى لو كان ذلك القول كما هو الحال في الشك. على سبيل المثال إن ما هو غير معروف، أي أنه لا يوجد حقيقة. الفلسفة بحث عن الحقيقة، وهو ما يجعلها في التاريخ أم العلوم، لكن الفلسفة بحث عن الحقيقة فقط على المستوى النظري، بل هي أيضا على المستوى العملي أو الوجودي. من وجهة نظر هذه فإن البحث عن الحقيقة هو السعي لرؤية الأشياء كما هي وليس كما هو مناسب لنا، ما في ذلك الذات، نظرا لأن أسباب العمي لدينا في معظمها داخل أنفسنا. قد جدل الكثيرون بأن الحكمة تكمن في معرفة أنفسنا، أي أولا في إدراك تحيزاتنا وجهلنا، لكن هدف الفلسفة ليس فقط إيجاد تفسيرات اللي كانت علما، بل هي العيش في الحقيقة وبالحقيقة.
لقد قال هيراقليتس ذات مرة أيضا أن يكون لك عقل صافي هو أعلى فضيلة. الحكمة تتحدث عن الواقع كما هو وتتصرف وفقا لطبيعته الحقيقية وتستمتع أو تستمع إليه. إذا كان الفيلسوف يعيش نفس الحياة أو شخص آخر فإنه يحاول أن يعيش بعيون مفتوحة. إذا كان يبحث عن السعادة مثل أي شخص آخر فإنه يبحث عن السعادة التامة والمطلقة والواضحة. تشغل صرامة التفكير حياة فلسفية وتحول الذات. قد يقول البعض أن هذه روحانية لأن الكلمة تشير إلى حياة الروح ولا تنتمي إلى البدن ولا إلى الدين. على سبيل المثال كونك أبيقوريا سيتألف قبل كل شيء ممارسة تنظيم رغبات المرء، السعي لإشباع الرغبات الطبيعية والضرورية فقط بهدف تحقيق السعادة أي عدم الاضطراب. في حين أن كونك رواقيا سيتألف من العيش وفقا للطبيعة من خلال الرغبة فقط فيما يعتمد علينا والتركيز على الالتزام الفعال بالواقع. هذا أقرب إلينا بشكل يتضمن التفكير الأخلاقي حول توسيع مبدأ المساواة ليشمل أيضا كل الكائنات في مستوى اختيار الحياة وتغيير على وجه الخصوص علاقتنا مع الكائنات الحية والطبيعة. لذلك فالفلسفة ليست مجرد مسألة تفكير في حياتنا أي فهمها، ولكن أن يعيش الإنسان أفكاره أي يتصرف بوضوح وفقا لما هو عليه. لكن ما علاقة الفلسفة بالعلوم الأخرى وخاصة العلوم الإنسانية وبالتحديد ما علاقتها بعلم النفس؟ للوهلة الأولى يبدو أن الفيلسوف الباحث عن الحكمة وعالم النفس الشخص الذي يدرس الروح بسيكي كلاهما يستجيبان لتوصية هيراقليتس الشهيرة أوراكل الشهيرة اعرف نفسك بنفسك والتي تبناها سقراط. لكن هذان مجالان مختلفان ونظامان مختلفان، ما الذي يجعلهما مختلفين؟ لاحظ أولا أن هناك عدة معاني لكلمة علم النفس. بالمعنى العام النفسي هو ما هو ذاتي وهو معرفة فورية غير عكس للذات. من ناحية أخرى نميل إلى استيعاب علم النفس العلمي تحت مصطلح نفسية بهدف معرفة الموضوعية للعمليات الذهنية وأشكال العلاج النفس المختلفة ذات الأهداف العلاجية. فيما يتعلق بعلم النفس كعلم فإن هذا التخصص متنوع للغاية تماما مثل الفلسفة نفسها، لكن يمكننا أن نتذكر أن جميع التيارات تشترك في مشروع تفسير علمي، وهذا يعني بطريقة سببية وفقا للقوانين التي يمكن المرء أن يقولها طبيعية، العمليات طبيعية في مستوى العمليات العقلية. وتجدر الإشارة إلى أن علم النفس لكي يشكل نفسه كمعرفة موضوعية كان عليه أن يضع جانبا الجوانب الذاتية والشخصية التحيز والأحكام المسبقة. بالتالي النفسي بالمعنى الأول المصطلح للظواهر الذهني لا يحتفظ فقط بالجانب القابل للملاحظة والقيس. هذا يعني أن علم النفس يمكنه ويجب عليه أن يسعى لمعرفة نفسه، لأن المعرفة الفورية والاستبطانية التي يمكن أن يمتلكها عن نفسه لا يمكن أن تكون علمية. بالإضافة إلى ذلك هناك تنوع في المقاربات الفلسفية بحيث يجب على المرء أن يكون حذرا للغاية عن الحديث عن الفلسفة، ولكن يمكن المرء على الأقل أن يبني نفسه على ما هو مشترك في أي منهج فلسفي على ما يميزه على هذا النحو لمحاولة معرفة أين تكمن بعض المشاكل وأين لا يمكن طرحها لأنها مجرد مشاكل زائفة أو شبه أشبه مشاكل. ما علاقة الشخص الذي يضع نفسه في وضع يسمح له بالتفلسف ما هو نفسي بالمعنى الأول؟ إن المطلب الذي يواجه أي شخص يريد الفلسفة هو أولا قبل كل شيء محاولة عدم الافتراض المسبق لأي شيء ووضع آراءه بين قوسين، يعني تشكيك في أفكاره والتساؤل عما بدا واضحا له حتى ذلك الحين بما في ذلك المعرفة التي يمتلكها عن نفسه. بعبارة أخرى يتطلب التفلسف قدرا معينا من الزهد في المعرفة، يمكننا في معرفة النفس لنفسها. يمكننا بعد ذلك طرح السؤال عما إذا كان من الممكن التغلب على الذاتية لدينا، لكن كيف يمكننا أن نجيب بجدية على هذا السؤال غير الفلسفي إلا بالتفلسف؟ كيف نفكر في العلاقة بين الفلسفة والعلاج النفسي؟ يمكننا أن ننظر إلى السؤال من زاوية نهاية بعضنا البعض. ما العلاقة بين الحكمة التي يهدف إليها الفيلسوف وبين الصحة النفسية التي يهدف إليها المعالج النفسي؟
لاحظ فقط أنه إذا تم تصور الساحة العقلية فقط على أنها توافق مع مطالب اجتماعية معينة والممارسة العلاجية كمشروع تطبيع الفرد مع الواقع، فلا يوجد شيء مشترك بين الفلسفة والعلاج النفسي. من ناحية أخرى، إذا كان الهدف من العلاج النفسي هو إعادة الذات إلى نفسها للسماح لها بالوصول إلى الأنا الأصيل، فيمكن عندئذ أن يكون له هناك أن يكون له شيء مشترك بين مع المنهج الفلسفي. أخيرا، ما هي العلاقة بين الفلسفة وعلم يعني النفس؟ يسعى عالم النفس إلى شرح الظواهر العقلية، الإدراك أو الحكم أو الفهم على سبيل المثال من الخارج، من خلال السعي لتفسيرها عن طريق الأسباب الجسدية والبيولوجية والاجتماعية وما إلى ذلك، مما يعني أن علمه عاجلا أم آجلا يجب أن يسمح له بتطبيع العقل، وهذا يعني على سبيل المثال شرح العمليات الفكرية للفيلسوف نفسه، تفكيره وأحكامه وأذواقه وانفعالاته من خلال الأسباب التي تفلت منه، مما يجعل الفلسفة عديمة الفائدة من منظور علم النفس. هذا يعيدنا إلى مسألة الحرية، ونفهم لماذا رأى البعض أن الطبيب النفسي لأنه يخضع الفكر والسلوك البشريين للمعايير الطبيعية الأكثر تقييدا من الأعراف الاجتماعية، على أنه قادر على أن يصبح يعني مراقبا يعني للفكر. الفيلسوف من جانبه يقوم بعمل مفاهيمي قبل كل شيء، ولن يبحث عن الأسباب، بل ربما عن العقول وعن الأفكار ومع ذلك وعن المفاهيم. ومع ذلك، إذا كانت الأسباب التي قدمها الفيلسوف يمكن تفسيرها بدورها بأسباب جسدية أو أسباب أخرى، فإن المفاهيم التي يستخدمها عالم النفس لتفسير ملاحظاته تكون عرضة للتحليل والنقد الفلسفي. نأتي الآن إلى العلاقة بين الفلسفة والعلوم بصفة عامة. بالنسبة لنا نحن المعاصرين، كانت الفلسفة والعلم متنافسة، انحل هذا التنافس واختفى بانتصار العلم على الفلسفة. فقط عدد قليل من يعني ربما من المنشدين إلى الماضي ما زالوا يعتبرون الفلسفة نظاما يعني مغلقا ونسقا شموليا، وبدل التعامل معها على أنه نظام حي. لكن هذا الدليل واضح للغاية ومؤكد جدا في أنه غير قابل للشك، وهذا يعني أنه يجب فحصه بكل بساطة. وبعبارة أخرى وللتوضيح، يبدو أن مصطلح المعرفة العلمية له عواقب كبيرة، لأن كل ما تبقى للفلسفة هو الأخلاق أو الإيتيقة. إذا فهمنا على أنها تفكير في الإيتيقة ونظرية في المعرفة التي يمكن أن تكون مجرد يعني نشر للعلم من أجل محاولة إلقاء الضوء على هذا السؤال الصعب والمركزي، يعني ربما ما الفلسفة؟ سنقوم بدراسة نوعين من المعرفة الرياضية والفيزيائية من خلال مقارنتهما بالفلسفة. الرياضيات هي نظام صارم اقتراح سيوافق عليه الجميع كما لو كنا نقوله بديهة، ومع ذلك فإننا نسأل عما تتكون هذه الدقة في الرياضيات، الدقة التي لا يمكن للفلسفة أن تساويها أبدا. تأتي هذه الدقة من حقيقة أن الرياضيات تطور نفسها وتنظر على أنها أشياء ذات طبيعة مثالية. لذا فإن المثلث حتى لو رسمته على السبورة أو على قطعة من الورق ليس هو الذي أفكر فيه، عندئذ تهتم الرياضيات فقط بنفسها بطريقة ما بالتعامل مع هذه الأشياء المثالية دون القلق بشأن معرفة ما إذا كانت تتوافق مع الواقع أم لا، يعني A تساوي B مكتوبة دون معرفة ما هي A وما هي B. نحن نقول ذلك فقط هما متساويان. الرياضيات هي نظام عمليات خارجية لبعضها البعض، لأنها مرتبطة ببعضها البعض على النحو الذي تسمح به قواعد اللعب. أما بالنسبة للفلسفة، على عكس الرياضيات فليس لها الحرية في اختيار مقدماتها واتخاذ قرار بشأن القواعد التي تستخدمها. الفلسفة يعني تخترع مفاهيمها وتبدأ من الأفكار المشتركة المسؤولة عنها وتشرحها، تقوم بشرحها. وهكذا على سبيل المثال مفاهيم الحرية والعدالة والمساواة وغيره. هذا هو السبب في أنه لا يمكن اختزال الفلسفة في لعب عقلية، فهي تبدأ بالضرورة من الواقع ومن المفاهيم في البداية. لذلك لا طائلة لا يجب أن ننتقل بعد ذلك إلى يعني العلوم دون المرور بالفلسفة. الآن، ما هي العلاقة إذا انتقلنا إلى الفيزياء؟ ما هي العلاقة التي ربما علاقة الفيزياء بالفلسفة؟ طالما أن الفيزياء لها علاقة بالواقع أو الفلسفة يعني مرتبطة بالواقع، هي فلسفة الواقع. الفيزياء نعتقد أن الفيزياء مهتم بالطبيعة، وهذا واضح،
لكن ما هي الطبيعة، لأنه بعد كل شيء سواء كان الحجر الذي يسقط أو الورقة التي تسقط في عن طريق الرياح، فإن هذه الأشياء من منظور الفيزياء تسقط، نعم تسقط كل الأجزاء حتى تلك التي لا تسقط. لذا فإن الأحداث المختلفة دائما والتي لا يمكن فعل أي شيء بشأنها هي دائما نفس الأحداث التي يمكن أن نتنبأ بها في كثير من الأحيان. ولهذا السبب يمكن الفيزياء أن يتنبأ الطبيعة كما يراها الفيزياء، تتقلص إلى عدد من المعلومات ذات الصلة الرياضية ببعضها البعض، ويتشكل العلم بطبيعته من خلال التجريد. وهذا هو سبب تقسيمه بشكل أساسي إلى علوم. لذلك يمكن فهم كل شيء في العلم علميا باستثناء العالم على أنه كل شيء. بالضرورة ربما العلم يدرس ما هو جزئي، ما هو محلي، ما هو إقليمي، وبالتالي يقترب من مثل الأعلى الرياضي يعني للنسق المغلق. ويتم تحديد الفيزياء مثل أي علم مثل موضوع. لكن في المقابل هل للفلسفة غرض؟ لشيء غريب عن هذا السؤال، مجالها هو الكل الذي لا يمكن اختزاله في مجموعة من الأجزاء. بهذا المعنى إنها معرفة الكلية. هذا مرة أخرى يمكن أن نستنتج الفيزياء والفلسفة لا مثيل لهما، ولا يكمن يعني هما الفيزياء تدرس الجزئي والفلسفة تدرس الكل. الآن نأتي إلى الفلسفة. إذا كانت لا يمكن مقارنتها بالرياضيات ولا يمكن مقارنتها بالفيزياء، وخاصة إذا كان أي منهم لا يمكن أن يدعي إلغاء المشروع الفلسفي، الرياضيات والفيزياء وعلم النفس، فإن السؤال الذي يطرح نفسه ما هي إذن الفلسفة؟ ما هي هذه المعرفة؟ وربما أصل الكلمة يخبرنا بالفعل ما هو ليس كذلك. يشير حب المعرفة أولا وقبل كل شيء إلى أننا لا نمتلكها، أي المعرفة، أي أننا كبحث نبحث ضدها، وربما بعيدا عن الرأي تكسى والظن، من خلال تناول ما تم إصداره وتوحيده. يمكن القول أن الفلسفة يجب أن تأخذ في الاعتبار ما هو منظور في الكلية في خطاب حقيقي وكوني ومتماسك تماما. فهناك مجموعة من المواقف محتملة فيما يتعلق بالفلسفة. أولا الموقف الأول ربما أنها صورة الدائرة التي يمكن أن تساعدنا في التفكير في علاقتنا بالعالم وبذواتنا وبالآخرين. لنفترض أننا رسمنا دائرة على الأرض كما فعل سقراط عندما كان يلعب الكرة الحديدية. ثلاث مواقف بالنسبة لهذه الدائرة ممكنة: إما أن تكون خارج الدائرة، إما أنا في الدائرة، إما أن أكون عند نهاية الدائرة. بالنظر إلى أن الجزء الداخلي من الدائرة يمثل الفلسفة، هناك بالتالي ثلاث طرق ممكنة للارتباط بالفلسفة: إما أن تتركني الفلسفة غير مبالي على الإطلاق وبالتالي لا تعنيني بأي شكل من الأشكال، إما أن تكون الفلسفة في صميم اهتماماتي، وإما أن أكون في هذا الموقف الوسيط حيث لا تكون لا مبالاة مطلقة، ولكن حيث أظل مهتما فقط بالمعنى العامي أنها ممتعة أو الأفضل أنها تثير اهتمامي. في أحسن الأحوال يبدو ذلك يرجع إلى الحكمة والتواضع اللذين ينشأان في كثير من الأحيان من الافتتان بتمثيل معين للفلسفة، دون أن نسأل أنفسنا في الوقت الحالي عن الشخص الذي يدعي أنه خارج الفلسفة. يحق لنا أن نسأل أنفسنا كيف يمكن رؤية الشخص الذي لديه اهتمام بالفلسفة على أنه ليس على علاقة حقيقية بالفلسفة. بعد كل شيء ليس هناك أي ذل شك حول حسن نيته، وعلاوة على ذلك يتجلى هذا في كثير من الأحيان في الرغبة في القراءة، في البحث عن كتاب للقراءة. هنا يعبر هذا القارئ عن حسن نيته للسماح له بمغادرة المحيط والدخول بشكل عام في مجال الفلسفة. لكن على وجه التحديد لا يتعلق الأمر بحسن النية، إذا كنا نعني بذلك ميلا نفسيا من شأنه أن يترك ما كان يعتقده على الحال. يتم الانتقال إلى الفلسفة من خلال محنة مرفوقة بخيبة أمل وصعوبة وأحيانا تجربة مروعة، لأن الإنسان لا يعيش راحة نفسية ولا تأكيد لما كان يفكر فيه على حتى ذلك الحين على أنه حقيقي. للدخول إلى مجال الفلسفة ينبغي القفز دون مظلة، حتى يعني يمكن العثور على الواقع. مما تتكون خيبة الأمل هذه بالضبط؟ أن أكون عند الحد الأقصى هو الاستمرار في الاعتقاد بأن أسئلتي هي أسئلة جيدة، وأن وظيفة الفلسفة هي المجيء والإجابة على هذه الأسئلة من خلال تأكيد ما كنت أؤمن به حتى ذلك الحين.
كما لو أن الفلسفة سمحت لي بالتأكيد بصوت عالي وواضح أنني طالما آمنت ب يعني هذه المعارف المشتركة. بعبارة أخرى، لقد تم إقناعي بالتلخيص في البعد النفسي، وبالتالي يعني شعور بخيبة أمل يعني بسبب هذه الآراء الزائفة. إن صورة الدائرة التي اعتدنا التفكير من خلالها في العلاقة بالفلسفة تظهر حدودها الآن. في الواقع، كونك في حدود الفلسفة أو خارجها لا يشير إلى اختلاف في الطبيعة، بل هو اختلاف نفسي بسيط يشير إلى درجة الارتباط بالرأي. فكيف ننتقل من تعلم التفلسف بدل الانغماس الذي لا جدوى من ورائه في تعلم الفلسفة؟ شكرا جزيلا على حسن الانتباه، وإلى اللقاء إلى محاضرة فلسفية قادمة.